صباح الخير عليكم او مساء الخير. معادنا مع المحاضرة الثالثة في MD710، وهي المحاضرة الثالثة والأخيرة في الموديول الأول، هو عن مبادئ الصحة العامة Public Health Principles ومبادئ الإبيديميولوجي عامة including الإبيديميولوجي of Communicable Disease. الـ MD710 ده كورس مقرر بيقدم لطلبة المستوى الرابع ببرنامج الساعات المعتمدة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، و يعني بيتقدم هنا في الفيديو ده لكل المستفيدين، علشان يعني كما قلنا في مقدمة الكورس إن سنة 2020 سنة تاريخية، يعني هي سنة الجائحة، وبالتالي الصحة العامة بقت يعني اهتمام عام جدا ومهم جدا كلنا نعرف مبادئها. هرجع سريعا زي بداية كل محاضرة للمحاضرة الأسبق لها، يعني وهنا اللي هي Lecture 2، نعمل فلاش باك سريع عليها. نوع من الاسترجاع عن طريق يعني الـ Learning Objectives بتاعتها كده في نهاية بنهاية Lecture 2 اللي هي كانت دسمة جدا، هي صلب الموديول الأولاني وهي صلب الإبيديميولوجي عامة. طبعا مهم إننا يعني بنهايتها المفروض ان اي حد اتعلم الليكتشر دي او استفاد بيها يقدر يعرف يعني ايبيديميك ويعني ايبيديميولوجي ومين مؤسسها، اللي هو طبعا جون سنو، والقصه بتاعته. طبعا القصه كتاريخ يعني انترستنج، لكن اهم فيها المنهج ان هو قدر يتتبع ويبتدي موضوع الترصد والتتبع لغايه لما بيوصل لاصل الحاله، وبيستعمل برضو المنهج العلمي وليس يعني الخرافي. define برضو different epidemiological terms، حاجات كتير جدا عن الديزيز وانواعها سواء من الانيمالز او الهيومنز، بتنتشر بسرعه او لا، epidemic, endemic, pandemic, وزواتك يعني epizootic, panzootic وهكذا. بعد كده بقى كان في مثلث وسلسله. المثلث اللي هو epidemiologic triangle، اللي هو العناصر التي يجب تحققها جميعا عشان يحصل مرض ايا كان، سواء معدي او غير معدي. لازم مسبب للمرض، في حالات الأمراض المعدية بيبقى المسبب ده biological agent، لكن حتى سواء المسبب قوي أو ضعيف، المسبب للأمراض غير المعدية ممكن يكون mutation زي في حالات الكانسر، أو يكون metabolic disorder يعني زي أمراض كتير، أو degenerative بسبب الشيخوخة أو يعني تقدم العمر. في جميع الأحوال مهما كان المسبب، لازم يكون الهوست أو العائل أو الشخص اللي هيصيبه المرض ده لازم يكون هو susceptible له. بالتالي لو مهما كانت شدة المسبب، لو الشخص مش susceptible، ما هوش مثلا يعني راجل في مرض بيصيب الستات، أو يعني هو يعني لو هو راجل والمرض بيصيب الستات بالأكثر، أو لو مرض بيصيب الأطفال فقط وهكذا. ففي ثلاثية الإيجنت والهوست، والحاجة الثالثة العامل الثالث اللي هو مسرح الجريمة، زي ما قلنا إذا الجريمة اتكملت، المجرم المسبب ليها والشخص اللي يعني أو يعني في الحالة دي ممكن نقول إيه مسرح الجريمة ودافع الجريمة، حاجة زي كده يعني. برضو في نهاية المحاضرة الثانية برضو في terms كتير جدا بتصف الديزيز والديسفانكشن زائد الانفكشن، وركزنا كتير جدا على الفروقات بين الانفكشن وسرعتها. ففي local وsystemic infection، ممكن تبقى focal infection، والديزيز هو عند ظهور الأعراض نتيجة infection أو نتيجة مرض آخر مسبب آخر، يعني ان الاعراض ممكن تكون سريعه تبقى اكيوت، او ممكن تبقى سب اكيوت، او ممكن تبقى كرونيك، ممكن تبقى لاتنت، وممكن في حالات اسيمتوماتيك. برضو المقارنه الهامه كومبير اند كونتراست، كومبير بذكر يعني التشابهات والاختلافات، بينما كونتراست معناها ايه ذكر الاختلافات بس بين الكوميونيكابل ونون كوميونيكابل ديزيز. واهم حاجتين بقى هنا يعني المثلث والسلسله، دول اللي بيلخصوا تقريبا المحاضره الثانيه دي، سلسله العدوى التي تكتمل حلقاتها عندما يجد المسبب للمرض عائل بيحمله اللي هو الريزرفوار، وينقله الى susceptible host عن طريق خروجه من هذا العائل المسبب او الحامل للمرض، ودخوله يعني للي هيصاب، واللي هو بشرط يكون susceptible او عنده قابليه، بشرط كمان وجود حاجه تنقله، الا في حالات الدايركت كونتاكت اللي هي فيها التصاق او اقتراب شديد بين المصدر العدوى والشخص اللي هيتعدي. يعني دي كده اوفر فيو سريع جدا chain of infection، اوفر فيو سريع للمحاضره الثانيه اللي هي ممهده جدا لهذه المحاضره. نيجي بقى للختام. المحاضره اللي فاتت كان فيها نقطتين قلت يعني يمكن او
برضو بتسأل فيها دايما تاريخيا يعني في جميع المرات اللي بدرس فيها هذا المقرر، فبحب اعدي عليها مرتين. الاولى هي فكره الترانسميشن ريت او ما يسمى بالار نود او اللي بيتسمى البيسك ريبرودكتيف ريشيو، مصطلح سمعناه كتير جدا في 2020 بسبب جائحه الكورونا. فالار نود هو ببساطه عدد الاشخاص اللي واحد عنده الاعراض اوريدي او حامل المرض او حتى ما عندوش الاعراض بس عنده الانفكشن يستطيع ان ينقلها الى يعني حالات تانية. طبعا ده الرقم بيبقى يعني برود استيميشن وبيبقى متوسط حالات كتير جدا، فعشان اقول ايه واحد دخل اوضه عدى 10 اشخاص يبقى الار نود بتاع المرض ده 10، لا انا بشوف متوسط 100 او 150 مريض تاكدت عندهم العدوى confirmed cases. او برضو ممكن يبقى كارير، بس الكارير مش هنعرفه في وقتها يعني، فعشان كده ما بنذكروش هنا، انه ينقل المرض لاشخاص تانيين. فلو 100-150 واحد مثلا في مدينه القاهره نقلوا المرض ل 400 واحد، فنقسم 400 على 100 يبقى الار نود 4، لو 150 واحد عدوا 350 بس يبقى نقسم 350، عشان كده الرقم بيطلع مكسور، مفيش حاجه اسمها واحد بيعدي 2.7 مثلا، لكن في حاجه انه في المتوسط المرض يبقى الار نود بتاعه 2.7 عشان 100 شخص عدوا 270، يعني دي ممكن واحد ما يعديش حد خالص وواحد يعدي 7 مثلا. الار نود ده عشان يسبب ايبيديميك لازم يبقى اكتر من 1، لو مش اكتر من 1 مش هيحصل ايبيديميك. الار نود ده البيزل اللي هو بدايه البيزك يعني بدايه المرض، زي الكورونا او المظاهر كان ليه ار نود معين. بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازيه وعزل الناس وحجر صحي ومش عارف ايه بننجح ونتمنى النجاح في ان الار نود ده يقل. طبعا مش بنقلل البيزك لان البيزك ده صفه بتبقى لصيقه بالفيروس، ممكن تحصل فيه طبعا طفرات بعد فتره ويزيد او يقل، لكن في حاجه اسمها الار افكتيف دي اللي بتتغير طول الوقت نتيجه الاجراءات الاحترازيه او عكس الاجراءات الاحترازيه. بقى لو بنعك وبدل ما بنفصل بين الناس بنعمل زحمه زياده ومش عارف ايه ممكن الار تزيد. تاريخيا برضو عالميا الرقم القياسي للار نود هو مرض الحصبه او الميزلز لانه بينتقل سريعا جدا عن طريق الهواء 18. طبعا دي برضو يعني كده اعاده لما سبق ذكره، بس دي مهمه جدا عشان نفهم ان الكونسبت بتاع الار ده دايناميك شويه. الار نود ثابت طالما الفيروس وراثيا ثابت، لكن الار افكتيف بتتغير طول الوقت اللي هي بنشوفها كنا دائما في الرسومات اللي بنرسمها اللي هي الابيديميولوجيك كيرف، تنزل تنزل وتطلع تطلع مش عارف ايه، دي كلها معادلات بتزيد وبتقل بسبب الاجراءات الاحترازيه. جميل جدا. حاجه تانية برضو في المحاضره الثانيه اللي هي قبل حتى المودز اوف ترانسميشن اتكلمنا عليها، اتكلمنا على الكارير كتير جدا. ودايما برضو دايما باجي يعني في حاجات كده مع يعني الواحد ما بيدرس حاجه كتير دايما اول مره بتتقال بيجي معاها سؤال، بس ما يعني ما ينفعش اوفرلود المستمعين بيها، لازم تتقال بعدها كده ما الواحد يقراها ويهضمها ويفهم. فالكارير دايما بنتسال تصنيفات الكارير على مستويات مختلفه، يعني ممكن من حيث مكان وجود البكتيريا يتقال ان يورينري كارير او مثلا مش عارف ريسبيراتوري كارير او، وممكن يسمى يتصنف برضو على اساس دائم ولا يعني حد زي ما حكينا قصه تايفويد ميري دي كانت ست طباخه مزمنه عندها هي كارير مزمن ولا تظهر عليه المرض، كارير دائم سميها permanent carrier. لكن الحتة اللي هي كانت فيها تريك شوية ان انا الكارير ممكن يكون عندي شخص مش هيظهر عنده المرض خالص، هيفضل يعني يفضل asymptomatic هيفضل healthy بنسميه healthy carrier، ممكن يكون شخص لسه هيعيا فانا بالنسبة لي دلوقتي هو مش عيان اللي بنسميه incubatory carrier اللي هو الشخص اللي في فترة الحضانة وده اللي عشانه بيتعمل الحجر الصحي اساسا، او ممكن يكون convalescent carrier وده اللي عشانه برضه بيتعمل احيانا في بعض الامراض اللي فيها فترة نقاهة حجر صحي، يعني يقول له بعد ما تخف ما تنزلش الشغل على طول، لا انا عايز اشتغل وكده، لا ما انت مش عشان احنا قلنا public health هي اللي يعني شأن عام، فانا ما انا عايز انزل الشغل واكافح واقبض، لا يعني مش دي الفكره، انا ممكن ادفع لك فلوس عشان تقعد في البيت بدل ما تعدي لي نص المؤسسه اللي بتشتغل فيها. فالconvalescent carrier ده برضو حاله اللي هو الشخص الذي انتهت عنده الاعراض بس في فتره التي تسمى بالنقاهه. وقلنا كده دي الحته اللي دايما بتسال فيها بعد المحاضره الثانيه، انا ليه قلت ان اخطر من ناحيه البابليك هيلث مش من ناحيه صحه الفرد، من ناحيه صحه الفرد احسن واحد في الدنيا هو اللي ما جالوش المرض خالص واللي بعديه احسن يعني لنفسه يعني شخصيا لما ظهرتش عليه اعراض اكيد، لكن مين الاخطر على المجتمع؟ اخطر واحد هو الهيلثي كارير، الاقل خطوره هو الانكوباتوري كارير، فالاقل خطوره هو
الكونفاليسنت كارير. ليه؟ الهيلث كارير ده شخص مش هتظهر عليه الاعراض خالص، عمري ما هعرف انه كان مريض، فانا عمري ما هقدر احترس منه. يعني ده واحد انا مش عارف. لا طب امال، طب الانكوباتوري كارير برضو انا مش هقرا الغيب. اه بس الانكوباتوري كارير ده مين؟ زي قصه مثلا واحد انت قابلته، رحت لعبت معاه ماتش كوره مثلا، او رحت حضرته حفله مع بعض عيد ميلاد، وبعدها بثلاث ايام اوبا فلان ده جاله مثلا انفلونزا حاجه بسيطه، يبقى انا هخمن ان انا يجي لي انفلونزا. طب فلان ده بقى اتشخص ايجابي للكورونا فيروس، هلطم بقى هتخض انا. ليه؟ انا عرفت اهو، يبقى هو ده كان انكيوباتوري كارير. فهبتدي اخد اجراءات بدري، ممكن اخد حاجات وقائيه، اروح اكشف بدري، احضر نفسي بكل يعني الاحتمالات. عشان كده الانكيوباتوري كارير اقل خطوره من الهيلثي كارير. انما لو رحت واحد مع واحد حفله وهو شايل فيروس الكورونا وعمره ما تظهر عليه اعراض، وانا تعديت فجاه مش هكون مستعد. الاقل خطوره المفروض هو لو واحد بقى لسه كان عنده مرض، برضو خلينا في الكورونا بدل ما هو موضوع 2020، واحد عنده كوفيد 19 اللي هو المرض اللي بيسببه سارس كوفي 2 الفيروس، الشخص ده خف خلاص بس نزل الشغل بدري، او جه قابلني بدل من كتر حبي فيك يا جاري رحت قابلتك بس انا برضو لما بروح اقابله برضو حرص ولا تخونش، يعني كما يقول المثل الشعبي. فانا هقابله بس برضو يعني مش هاخده بالاحضان زي لو هو هيلثي كارير كده، او لو هو يعني لا هبقى واخد الاجراءات الاحترازيه المفروض. يعني لو ما عملتش كده يبقى بقى الذنب عليا. طيب وبالتالي طبعا زي ما بيتقال في حالات الجوائح والامراض الخطيره، يعني سواء خطيره في انتشارها او خطيره في اعراضها، we don't take chances، الافضل دايما انك تغلط ناحيه الحرص. يعني انك يعني بنقول ايه، لو انا قلت ان انا هعتبر كل الناس مرضى ممكن اتجنن طبعا، ممكن يعني تجيلي حاله، بس على الاقل احسن ما اعتبر كل الناس اصحاء في هذه الحاله، او ممكن اعتبر كل الناس كارير حتى يثبت عكس ذلك. زي ما زي بالظبط ما المثل اللي بيقول حرص ولا تخونش فعلا، مش بمعنى ان انا هشل حياتي، ما انا ما اقدرش برضه ما انزلش الشغل، يعني كله بالاجراءات الاحترازيه وبرضه حسب الاعداد وحسب النصائح بتاعت الوزاره والسلطات، لان هما المفروض الكلام ده مدروس وفي احصائيات وحاجات زي كده. فلو انا عملت كل الناس على انها كارير مثلا في حاله برضه اللي احنا فيها، افضل ملتزم بالتباعد الجسدي حتى لو مضطر اقضي مع شخص وقت ما، هو برضه مده البقاء بتفرق، يعني ما اقعدش مع شخص في اوضه مغلقه ربع ساعه حتى لو انا لابس كمامه. يعني في كذا اجراء احترازي، لبس الكمامه مش عارف برضه بطريقه صحيحه، يعني تطهير الايدين احيانا لو يعني في برضه مش الاسراف في تطهير الايدين وهكذا. وقفنا او انهينا محاضره المره اللي فاتت بمود اوف ترانزيشن، انا بس بفكركم بيها، ده الكلام ده بس للناس اللي هتذاكر الكلام ده مش اللي بتتفرج عليه للاطلاع. قلنا في 3 و6، 3 دايركت و6 اندايركت مودز اوف ترانزيشن. الثلاثه دايركت اللي هي الدايركت كونتاكت، يعني سيبكم من الخريطه هنا متشعبه اكتر، لكن هما دايركت كونتاكت وترانسبلاسنتال من الام للجنين، واللي بيتسمى الدايركت دروبلت، يعني واحد عطس في وشك بالظبط كده او كح في وشك. بينما الستة اندايركت هي ايربورن، ان هو يكون عن طريق دروبلت بس طايره في الهواء، او حصل لها ايروسلايزيشن، او يكون عن او نيوكليس بتاع دروبلت عن طريق فومايت اللي هي الفوط والمناديل والحاجات والحاجات اللي بتتمسك بالايد، او عن طريق اللبن، او عن طريق الاكل، والاكل ده ليه رباعيه بتسمى الفور اف، فيسز اللي هي بتسمى الفيكر اورال راوت، فيسز فينجرز فلايز وفود، او عن طريق فيكتور قد يكون حشرة أو حاجة زي كده، يعني حاجة شبه الحشرة اللي بيسميها الأراكنيدز اللي هي العناكب أو العائلات اللي شبه دي، وأخيرا طريق الدم اللي هو نقل الدم أو الحقن اللي هو البارنترال راوت. دول الثلاثة والستة بتوع المودز أوف ترانسميشن اللي بتنقل المرض من سورس إكزيت باب للخروج، والمرض هو أول حلقة في السلسلة طبعا أو مسبب المرض، يخرج من السورس يروح عن طريق مود أوف ترانسميشن إلى susceptible host عن طريق برضو portal of entry، وأحيانا كتير بيكون portal of entry هو portal of exit زي الأمراض التنفسية، بينما في الأمراض الهضمية مختلف. جميل جدا، إذا كانت هذه التذكرة برضو الطويلة عشان نخش في المود على طول بتاع lecture 3 اللي هي هنكسر بقى السلسلة. أنا عندي سلسلة فيها 6 حلقات، عايز تمنع مرض معدي وانت شخص بتفكر استراتيجيا، حاول تستهدف اكبر عدد ممكن من حلقات السلسله لو تقدر، يعني اضرب في كل حلقات السلسله دي، هتقدر تقتل الفيروس نفسه او البكتيريا اقتله، مش قادر تقتله شوف مين اللي مخزنه وامنعه من خروج منه.
اقفل المخرج، او الشخص نفسه اللي مخزن المرض ده اعزله او قول له اقعد في بيتك. ما قدرتش تعمل كده، حاول تمنعه من دخول الشخص اللي هو susceptible. ما قدرتش على كده، حاول تخلي الشخص اللي susceptible مش susceptible. يعني انا عندي قابليه للمرض ليه؟ لان جهاز المناعه مش قادر. طب ظبط لي جهاز المناعه، اديني فيتامينات، ده برضو مش هيفرق قوي، اديني لقاح اكون انا المناعه سبيسيفيك. طبعا برضو ممكن اقطع الحلقه الوسطى اللي هي مود اوف ترانسميشن، بيت عن طريق ناموس اقتل الناموس. هو ده ملخص يعني، خلاص كده انا قلت لكم المحاضره. هذه الخطوات بتتسمى prevention، يعني او بتهدف الى prevention، المنع، intervention التدخل، control اللي هو السيطره، والازاله التامه. دي اهداف الجزء ده في يعني ليه بكسر السلسله او حلقه سلسله العدوى، تلك السلسله الشريره، عشان انا عايز اساسا اعمل prevention، امنع المرض ده، يعني اضعف الايمان. واول خطوه ما يجيليش، هو اضعف الايمان بس احسن حاجه، يا ريت ما يجيليش خالص. طب لو جالي اعالج اتدخل. طب خلاص حصل وباء وحصل اللي حصل، عايز اسيطر عليه الاول، او اضع تحت السيطره، وبعدين بقى ايه لما اخد نفسي كده افتري شويه بقى عليه كمان، واتمكن من يعني شوف احنا حصل لنا ايه سنه 2020 اولها، فوجئنا مش قادرين نمنع، طب دخل، طب نعالج، مش قادرين نعالج، طب نسيطر، اقعد في البيت ومش عارف ايه. ان شاء الله بقى اول ما هنتمكن يعني من السيطره، هنبتدي في المرحله الاخيره اللي هي نقضي على المرض خالص. وده لا ينجح طبعا في جميع الامراض، بل في عدد قليل منها تم القضاء عليه بالفعل او شبه القضاء عليه. زي الكلام اللي انا قلته بالظبط، بريفنشن خطط لمنع المرض، مثلا التطعيم، ندي الناس لقاح. انترفنشن خلاص جالهم المرض، لو المرض مثلا بكتيريا ادي انتي بايوتيك على مدى واسع. مثلا في يعني نادرا ما بننصح ان انت تاخد الانتي بايوتيك وقائي طبعا، لانه بيسبب مشاكل تانية. في امراض مثلا بتحصل زي المننجايتس مثلا، الحمى الشوكيه، لو سببها نيسيريا، احيان كتير بيدوا صلفة مثلا الاطفال كلهم في مدرسه، اللي هو يعني ابسط انواع الانتي مايك يعني الكيموثيرابيوتيك ايجنتس اللي هم الانتي مايكروبي. سيطره بقى، يعني ابتدي احتوي المرض، هي كلمه كونتينمنت كده، احتويه، بس مش بمعنى الاحتواء الاحتضان يعني احبه، لا، احتويه يعني احصره واقلل انتشاره. بدخل قريه معينه احاول اخليه جوه القريه دي، دخل مصر كلها احاول امنعه انه يوصل مثلا للسودان، يعني ما هو في يعني تعاون دولي، انا مش يلا نفسي وخلاص. واخيرا التوتال اليمينيشن اوف ذا ديزيز. البايس دي يعني ده الكيرف طبعا مش هنذكره، بس بنشوفه كتير جدا. فكره ايه؟ ان انا ببتدي في الاول في مرحله اللي بيسموها الترصد والترقب، اقعد احضر نفسي، عرفت ان ابتدى المرض يزيد وحالات تزيد، ابتدي يعني اراقب الامر كده واشوف هالموضوع يستدعي اجراءات صارمه. وده اللي حصل بالظبط لكل البشريه في 2020، واللي حصل لنا في مصر، هو اللي بيحصل في كل دوله. بقعد اراقب واعمل ايه كشف للحالات. اول ما تعدي ثريشولد معين بقى، اللي هو ده كان الايرلي ريسبونس، عدينا الثريشولد ده، لا ابتدي بقى ايه اخشى الوباء دلوقتي، لا لا انه هيوصل البيك بتاعه، واعمل انترفنشن واعالج واعزل وافصل وحاجات كده، لغايه لما اقلل الار افكت زي ما قلنا، احاول اقلل البرودكتيف ريشيو بتاع الفيروس او البكتيريا الى ان اقضي عليه تماما، او على الاقل ما يبقاش عندي حالات خالص في بلدي، وان شاء الله في الحدود، زي ما حصل مثلا في بلد زي نيوزيلندا في حاله كوفيد 19، قعدت فتره طويله منتصره يعني بتقول ما عندناش حالات خالص، وبعدين ظهر كام حاله كده. مش ممكن تقفل خالص، ما احنا بقى يعني الميزان صعب جدا، مش ممكن تقفل اي بلد 100%. البريفنشن هي اول زي ما قلنا اول خطوات واضعف الايمان، بس هي يعني الوقايه خير من العلاج. فلو انا برضو بمنع كل حاجه بنعقدها احنا، معلش يعني انا ممكن امنع المرض الاساسي دخوله، ان انا زي ما قلنا مثلا اشهر مثال على البريفنشن الحقيقه هو التطعيم. لو مرض بطعم الاطفال من الحصبه، بطعمه من شلل الاطفال، بنقضي خالص على احتمالات حدوث المرض. برضو طمعا ان لو كل الناس خلاص ما بقاش تعيز الفيروس، مش هيلاقي عيش في وسط البشريه ويختفي. هو لو كل الناس متطعمه هيجي من مين الفيروس؟ خلاص هيموت مع يعني هيموت مع اخر شخص مات بسبب المرض، او يخف بسبب يعني العلاج وانتهى. فانت بتمنع الانست، دي اول خطوه بيسموها برايمري بريفنشن. ما قدرناش عليها، اعمل سكندري بريفنشن. هنا يعني الصوره دي طبعا رمزيه، اللي هي صوره كاميرات مراقبه، ان انت اي واحد عندك جاله مرض، خلينا في مثال شلل الاطفال لطيف، برايمري بريفنشن لشلل الاطفال، طعم كل الاطفال ما يجيلهمش الشلل الاطفال. طب واحد ما لحقش يطعم، حصلت حرب في البلد بتاعتهم، هربوا بسبب عاصفه ولا مش عارف ايه، وفلت يعني ما لحقش التطعيم،
وجي بعدها بسنه يا خبر ده جاله شلل الاطفال، امنع ديسابيليتي بسببه، حاول تعالج قدر الامكان بسرعه، اعمل اي حاجه عشان تمنع ان الطفل ده يجيله شلل تعجيزي. يعني بعض الامراض بينفع وبعض الامراض ما ينفعش، واحد جاله مش عارف مرض بيعمل تشوهات مثلا في وشه، مش حاول قدر الامكان تمنع هذه التشوهات بمعالجه الاعراض يعني تلجيم محاوله القضاء على الفيروس او البكتيريا اللي بتسبب، اللي هي منع المضاعفات يعني انها تقعد الشخص. معلش حصل اللي حصل والشخص اتشل وكبر يعني خلاص، نحاول بقى نعمل له ما يسمى بالريهابيليتيشن او اعاده التاهيل. ليه؟ لان هدفي في الصحه العامه مش مجرد ان انا ايه عالجتك وخفيت، لا انا عايزك تعود كمان شخص منتج في المجتمع. مش عايز اطول بقى في الجزء ده، يعني هو سلايدز ممكن تكون متوفره لطلبه الصيدله بتوع ام دي 710، هيشوف كل السلايدز دي، بس خلينا يعني ناخد الموضوع بسيط لان احنا قلناه خلاص. يعني نسكيب الحته دي، هي اتقالت خلاص. برايمري بريفنشن احسن مثال عليها الايمنايزيشن، سكندري بريفنشن اننا بنعمل سكريننج مستمر زي ما شفنا الكاميرات دي، وايرلي دايجنوزس للحالات بحيث امنع مضاعفات برضو يعني في حاله الكورونا مثال شلل الاطفال واضح وصريح يعني، لكن في حاله الكوفيد 19 برضو، ما هو انت لو عايز تمنع المرض اقعد في البيت البس كمامه ما اعرفش، طب خلاص اتعديت لاي سبب او لاخر، الحق نفسك في اول اسبوع اللي هو اسبوع الفايرال سيندروم قبل ما الفيروس ينتشر، حاول تاخد اي علاجات متاحه، لان معظم العلاجات اللي بتستهدف الفيروس ما بتنجحش غير في اول اسبوع. بعد كده انت بتعالج بقى مشاكل مناعيه ومشاكل تنفسيه وكده. قدرت تعمل سكريننج سريع جدا، تيستينج وسكريننج، وتلحق الناس دي كلها بدري، فرق كبير جدا بين اللي يتعمل له تيست واكتشفوا ان عنده المرض تاني يوم وبين اللي اكتشفه 7 يوم. 7 يوم خلاص بيخش، انا بتكلم على كورونا فيروس، بيخش في المرحله المناعيه اللي تتسمى يعني ان الجهاز المناعه بقى اخطر على الهوست على الشخص من الفيروس نفسه. طب ما هو جهاز المناعه اللي استفزه الفيروس طبعا، بس انا قصدي لو ما قدرتش على الفيروس بدري انت بتعالج خلاص اعراض مناعيه، فحاول تمنع ده بالارلي دايجنوزس وتري. ما ينفعش بقى نبتدي نعمل يعني في حاله شلل الاطفال فيزيكال ثيرابي في حاله الكورونا اللي هي الفنتيليشن، ونحاول ننقذ الشخص. طب الشخص خلاص خف بس حالته بقت سيئه جدا في مثلا حاله الكورونا، ليه؟ لانه خلاص اتبهدل من كتر الادويه اللي خدها استيرويدز وحاجات كتير جدا، فبتحب ترجعه بقى المجتمع. احيانا بعض الناس بتاخد شهور، الناس اللي بتقعد على التنفس الصناعي دول الفنتيليتور بيقعدوا فتره طويله عشان يرجعوا يقدروا يتنفسوا طبيعي ويعيشوا حياه يعني back to their normal. يعني كلمه normal طبعا ملهاش تعريف. هنعمل ازاي بقى هذه المستويات من البريفنشن؟ زي ما قلنا الحته الجايه منطقيه جدا، انا عندي سلسله من 6 حلقات، وكانت كما قلت يعني كما قيل في مقدمه المحاضره كده، اضرب اي حلقه منهم. نبتدي بالباثوجين، اضرب الباثوجين. هتموت الباثوجين ازاي؟ لو الباثوجين ده موجود في اللبن، بستر اللبن مثلا، موته قبل ما يجي لاي حد. عشان كده احنا زمان كنا بنغلي اللبن لغايه لما اخترعوا الباستورايزيشن وتوسعوا فيها. اللبن بيتبستر، بيحافظ على قيمته الغذائيه، وفي نفس الوقت بيتم القضاء على يعني 99.9% من، ما فيش 100% طبعا في الدنيا، من البكتيريا الممرضه. كلورينيش، حمام سباحه حط فيه كلور، ميه شرب برضو حط نسبه كلور اقل شويه، مضادات حيويه تموت البكتيريا. لو يعني مصدر المرض شخص او شخصين هيقعدوا ناس عالجهم وخلص الحاجات دي في حاله البكتيريا. انتي فايرال في حاله الفيروس، احنا عارفين ده مش سهل قوي، ادينا شايفين بنفسنا، لان الانتي فايرال نادره جدا اللي هي سبيسيفيك. مثلا في حالات نجاح زي الهيباتيتس، الهيباتيتس سي اخيرا بدا النجاح في علاجه، الهيربس فيروس، لكن في امراض فيروسيه كتير ما بينفعش فيها انتي فايرال، وبرده تطهير وحاجات زي كده. يعني دي بسيطه جدا، انا بقتل الباثوجين نفسه. برضو مش عايزين نخش في تفاصيل، لان برضو يعني الكورس اساسا بيهدف للصحه العامه مش لتفاصيل صناعيه وكده، فبرضو البسطره يعني ممكن نقرا عنها بالتفاصيل اكتر وليها كذا طريقه. المهمه بس في الباستورايزيشن ان انا نفهم ان هدفها مش قتل كل البكتيريا، بل ريديوسينج للباثوجينز فقط اللي موجوده في اللبن يعني، او في العصير على فكره، في عصاير بتتبستر برضو مش بس اللبن، وهي طريقه التسخين السريع بس مش الغليان، والتبريد السريع برضو. عشان كده لما الدنيا بتبقى حر مثلا يوم توصل 40 ومثلا اليوم اللي بعده فجاه تنزل الحراره، وبعدين بيقول لك ايه ده احنا هنتبستر ولا ايه، لان الحراره بتعلى فجاه وتنزل فجاه. هي دي بالظبط فكره الباستورايزيشن، نسبه طبعا للوي باستور اللي هو مؤسس البكتيريولوجي يعني ومؤسس الميكروبيولوجيا بشكل منهجي. كلورينيشن نفس القصه، مش هنقعد نزيد ونعيد فيها، بس كلور
اوكسيدايزنج ايجنت قوي جدا، وبالتالي احنا على طول بنشوف استخدام الكلور. يعني احيانا بتبقى مشكله زياده ان الناس بتسرف فيه، ان هو كلور يعني يقتل كل يعني بيأكسد كل حاجه بما فيها الدي ان ايه والار ان ايه، فاحنا برضو لو جه على جلدنا وكده ما هوش ده ديسينفكتنت، يعني ما هوش حاجه المفروض تتحط في على الايدين. في طبعا الكلور اللي بيتحط في الميه ده بيبقى بنسبه مخففه جدا في ميه الشرب، في حمامات السباحه بيبقى بنسبه اكتر، بس هو من ارخص وانجح الطرق لتطهير الميه. يبقى اول خطوه انا عايز اقضي على الباثوجين، لو قدرت يبقى كده خلصت من باب الموضوع، يعني بقضي على المسبب. لكن زي ما قلنا، زي اي حرب في الدنيا، عندك عدو ليه كذا سلاح، ما تحاربوش بسلاح واحد، حاول تقتل الباثوجين. مين وايل عندك 6 حلقات تانية ممكن تستهدفهم برضه. مثلا الهيومن ريزرفوار، المصدر الاساسي. يعني احنا بنتكلم هنا على الهيومن، بس حتى لو انيمال برضه ليه طرقه. احنا قلنا لو فيران ممكن تقتلها وكده، لكن في الهيومن بالذات نعمل ايه؟ نعمل السيرفيلنس. ده الكلام اللي بتسمعوه، انا عايز اقول اللي عايش دلوقتي في سنه 2020 وبيتفرج على تقارير وزاره الصحه او بيقراها على اي وسيط اجتماعي، اي ميديا بيسمعها في الراديو، اي حاجه بيسمع الكلام ده كل يوم، الترصد سيرفيلنس، العزل ايزوليشن، الحجر الصحي كورنتين. طبعا العلاج ده اساسي، يعني انت بتعالج الهوست، طبعا بتعالجه لسببين زي ما قلنا كذا مره، في الصحه عامه وفي الطب وفي كل حاجه انت بتعالج الشخص عشان يخف، في الصحه العامه انت بتعالج الشخص عشان يخف وعشان ما يعديش غيره، يعني هنا عندك هدف مزدوج. طيب جميل، السيرفيلنس حاجه كده بتصدعنا من كتر اجراءاتها، بس هي مهمه جدا، هي الترصد والتتبع زي ما بنقول، ان انت بتعمل ديتكشن ومونيتورنج، يعني بتكشف الحالات مبكرا وبتعمل مراقبه على الحالات الوبائيه. سمعت ان في مثلا، سيبنا برضو مش كل حاجه في الدنيا كورونا، انفلونزا الطيور مثلا داخله لمصر وبدات تظهر حالات في السعوديه وفي فلسطين ومش عارف الاردن، يا خبر دي جنبنا. يبقى مصر تبتدي قبل ما تحصل حتى الحاجه ترقب قبل الترصد، يعني انا مستني شوف لي بقى اي حاله في مصر انفلونزا طيور، طب لو جاي اي حاله تانية من مرض تاني ما بركزش قوي، انما لو انا سامع ان في وباء في بلد جنبي هركز قوي على الحالات دي. وده اللي حصل في مصر في مارس، شهر مارس، لما بدات حالات الكورونا تزيد عن يعني اللي هي واحد راجع من السفر، اتنين مش مشكله، لما ابتدينا نلاقي شويه حالات بتعكس انتشار، ده اللي حصل في مصر في مارس 2020. وطول ما كان برضو لو تسمعوا بيانات الوزاره كان دايما يقول لك لو اقل من 100 حاله في اليوم هيبقى الموضوع تحت السيطره، لاني اقدر اترصد واشوف واعمل تتبع لكل الكونتاكتس بتوعهم، واحد جاله اشوف خالته وخاله واللي مشي معاه امبارح في الشارع وسواق التاكسي اللي ركب معايا. لكن لو عندي اكتر من 100 حاله هتبقى اصعب، لو عندي 1000 حاله هتبقى اصعب واصعب، لو عندي 10000 حاله خارج السيطره. اقفل بقى الدنيا كلها لاني مش عارف. ما هو لو انت مش عايز تقفل الدنيا لازم تتتبع حاله بحاله، ولازم يبقى عندك وسيله تيستنج سريعه جدا، ودي ما كانتش متوفره في اول الوباء، وحتى الان مش 100%، بس يعني دلوقتي الاختبارات السريعه برضو زادت دقتها وسرعتها وتكلفتها قلت، وبالتالي اقدر اكررها كتير، حتى لو مره بتدي ومره ما بتديش، لو كررتها مرتين ثلاثه، لو الاطفال في مدرسه ومثلا نقول ايه، لو في حاجه خياليه يعني سحريه بتوفر لي ان انا وهو داخل مش مجرد اقيس حرارته بقى الجهاز، يعني ممكن واحد يبقى سخن لاي سبب او يبقى بارد لاي سبب، يعني الحراره برضو نون سبيسيفيك، لو عندي تيست للكوفيد 19 اقدر كل يوم الطفل وهو نازل المدرسه داخل الطابور يعمله، يحط مثلا حاجه في بقه ويطلع لون، او يحط اي حاجه في مناخيره ويطلع لون لو هو عنده المرض، زي اختبارات يعني السريعه بتاعه الحمل وحاجات زي كده، هتغير السكه خالص في الدنيا. فيعني دي برده مش بالنسبه للطلبه اللي بياخدوا الكورس ده يعني ريجسترد المسجلين في الكورس، مش هتسالوا فيها في الامتحان، يعني انا مش عايز اقول كده، يعني ما بحبش كلمه الامتحان عامه انها بتعكر صفو كده الدردشه، يعني احنا بندردش في حاجه علميه ومهمه لينا في كلنا، بس يعني حاجه زي كده دي بس نفهمها ونقراها كده. انت الاول بتشك في حاجه بتشتبه، بعدين تتاكد الحاله، تاكدت الحاله تبتدي تعمل ريبورتنج، حولتها لنوتيفايبل ديزيز، تبتدي تحقق في كل كيس وتتتبع وتبتدي تاخد كل الاجراءات الايه الوقائيه والاحترازيه زي ما بريفنشن اند كنترول ميجرز. جميل، هنا بقى حته مهمه جدا جدا وسهله جدا، عندك كيس وعندك كارير. الشخص لو كيس يعني ايه حاجتين، infected and diseased، عنده symptoms وعنده الانفكشن. لو كارير يبقى عنده الانفكشن، العدوى حصلت ولكن لا توجد اعراض. لو مريض يعني sick يعني case اعزله،
احنا بنستعمل كلمة العزل زي ما بنستعمل كلمة كده infection بالمعنيين، بنقول infection يعني مرض، لا infection مش يعني مرض، infection يعني عدوى، والمرض يعني مرض ظهور أعراض. نفس الحكاية isolation للمريض اللي هو infected and sick عنده أعراض، ده لازم يتعزل لسببين، واحد تحمي الناس منه، اتنين تعالجه. فايزوليشن على طول معناها في مستشفى، او لو يعني في كارثه جامده جدا ومستشفيات مش متاحه، بتعمل بقى للمستشفيات الميدانيه وتفتح استاد كوره وتفتح ارض معارض تملاها سراير. فطبعا دي كل الكلام ده بقى ايه تاريخي بقى، ان حالات ما يسمى بالبليج اللي هو الطاعون، الطاعون ده طبعا مصطلح كان بيطلق على امراض كتير بس اللي اتشهر بيها وعرف باسمها فيما بعد هو مرض اللي بيجي من اليرسينيا بيستس، يعني اللي هو هو كذا نوع من البليج، يعني هو اللي اتسمى بعد كده بليج، بس كلمة بليج قبلها كانت زي يعني كانت زي كده ايه الوباء، يعني زي كلمة الوباء دلوقتي بتستعمل، لكن بعد كده هي التصقت بالمرض اللي بسببه اليرسينيا بيستس. السل او الدرن الرئوي، السمول بوكس اللي هو الجدري اللي يعني مرض قديم، او الجذام، كل دي حاجات كانت تستدعي العزل. عندنا في مصر مثلا مستشفى عزل للجذام، رغم ان مرض الجذام برضو مرض يعني بيجي للناس بسبب يعني مناعه ضعيفه او قله نظافه شخصيه، لو اي حد بس بيستحمى فريكوينتلي وبينظف نفسه مش مفروض يجيله، فبالتالي العزل حاليا ما بقاش مهم قوي، لكن هو برضو العزل ليه اسباب، احيانا بتبقى نفسيه ان المريض نفسه عايز يشوف الناس شبهه، عنده بيبقى عنده نوع من الوصمه المجتمعيه وكده. الصور دي طبعا شفناها في وباء اوبئه الايبولا في افريقيا اللي حصلت من كام سنه 2014 و15، كانت طبعا دي بقى الايبولا ما فيهاش هزار، ده يعني لو مش ماسك بقى، انت مش بتلبس ماسك، تتغطى من تحت لفوق، لان لو قربت من المريض بس قلت اي سكريشن من المريض، دم دروبلت ميوكس اي حاجه طالعه من المريض ممكن تعدي واحد تاني، فده بيبقى عزل، عزل يعني عزل مش بس في المكان لكن عزل كمان بطريق اللبس اللي هو الايبولا. ده الصوره اللي على الشمال. كورنتين بقى هي كلمه حجر، الكلمه دي مش يعني شائعة قوي، حجر زي كده ممكن تقروها غلط حجر، ولا لا هي حجر ومش حجر كمان، هو الحجر الصحي. حجر يعني في الأفلام العربي القديمة كان الأب يزعق لابنه، فالابن يقول له أنا عارفه عليك قضية حجر وهتهمك بالجنون، حجر يعني بتقيد حريته. طب ليه ما سميناهاش عزل؟ هما الاثنين بنفس المعنى، لكنها المصطلحات العلمية مش مجرد كلمة في اللغة، يعني حجر وعزل شبه بعض بس في لغويا، واحد يعني انت ممكن تسميها حبس كمان، بس هو مش محبوس لانه مش يعني مش متهم في حاجه، ولا انت واخده اسير، كلها كلمات متشابهه في الفكره ان انت بتقيد حريته، بس عزل طبيا وفي البابليك هيلث معناها علاج، انك بتعالجه وبتحمي يعني المجتمع من ان يتعزي منه. حجر بقى بتحمي المجتمع بس انت مش بتعالجه، لانه هو اصلا اكسبوزد مش كيس. هل اقدر اسميه كارير؟ ما انا ما اعرفش هو كارير ولا لا. خد بالك برضه، ما هو الكارير نعمل فيه ايه؟ نعمل له كورنتين. بس انا عرفت منين هو كارير ولا لا؟ الكارير زي ما بيقولوا متهم بريء حتى تثبت ادانته، الكارير عكسها بقى، الكارير متهم حتى يثبت عدم اصابته، وبالتالي بنسميه الاكسبوز. يعني انت مثلا سافرت بلد معروف ان فيها مثلا ايبولا، رجعت تعالى نحجرك مده قد ايه بقى، دي اهم حاجه واهم سؤال في هذا الحجر، المده تساوي الانكيوبيشن بيريد بتاعت المرض. واحنا حافظين الكلام ده برضه ليه؟ لان في كوفيد 19 اللي هو انكيوبيشن بيريد بتاعته تقدر من يعني 5 ايام ل 10 ايام واحيانا توصل 14، بناخد الاسوأ طبعا، اسوأ الاحتمالات، اقعد في البيت 14 يوم. طب بنعرف منين؟ زي ما قلنا انا ما اقدرش اعرف واحد هو كارير هيلثي كارير ولا لا، لكن اقدر اعرف هو مثلا اكسبوزد ولا لا. لو عمل كونتاكت مع حد كونفيرمد كيس، لا تعالى بقى انت بوتنشال كارير. لو انت قلقان اعمل كورنتين. الكورنتين is very effective، بتنجح بطريقة يعني زي ما شفنا بلاد تفوقت على العالم كله في هذا الحجر الصحي، منها اليابان لكن بالأخص بقى كوريا الجنوبية وتايوان، استراليا ونيوزيلاند برضو عاملين شغل كبير جدا في الموضوع ده. استراليا يعني أنا أعرف حد كنت بشتغل معاه يعني بروفيسور في أمريكا، سافر استراليا نقل يعني شغله سنة 2020، بقى له شهر هناك تقريبا، عملوا له حجر مرتين. يعني هو اتنقل من امريكا دخل استراليا عن طريق مدينه سيدني، هي قصه يعني ما تهمكوش قوي، بس فعلا حاجه يعني ناس مهتمه جدا جدا بالحجر الصحي هناك. هو دخل سيدني، ده اول مدخل ليه لاستراليا، فعملوا له حجر صحي. بعد كده هو كانت وجهته النهائيه مدينه تانية في محافظه تانية، حتى جوه استراليا بيحجروا على بعض، يعني
لا انت جاي من سيدني، ما انت خلاص انا ماليش دعوه بقى، انت كنت قاعد اسبوعين في سيدني في البيت، انت مجرد ركبت الطياره من سيدني واختلطت بالناس بتوع سيدني وجيت للمحافظه الثانيه، المحافظه دي بتمنع ان حد يدخل من سيدني من غير كورنتين. وده ممكن يحصل في مصر، زي مثلا لو حصل ان القاهره بقت حالتها سيئه جدا في وباء ما، اي حد طالع من القاهره هتعمل تحوط المدينه، وانت طالع تقعد دخلت مثلا اسكندريه اقعد في بلاد بتاخد الموضوع جد جدا. احنا سمعنا ايطاليا كان البوليس بيوقف ما يطلعش الناس غير لو رايحين يشتروا من السوبر ماركت ويديله كارنيه وحاجه زي كده. في بلاد بتقعد فيها في مكان حكومي، بلاد جزر صغيره كده في المحيط الكاريبي مثلا ما فيهاش ولا حاله كورونا، فهو مش عايز حالات خالص. كورنتين كان مشهور تاريخيا في حالات الكوليرا. الكورنتين برضو ليه علاقه بالمواسم المناسبات الدينيه، زي مثلا موسم الحج، انه انت داخل من مطار. ما هو الحجر الصحي مش مجرد يعني لا يقتصر على فكره انا حبستك ولا بتاع، لا في حجر صحي في اي مطار واي ميناء بحري او بري. يعني انت داخل من مطار القاهره مثلا بالذات وقت الحجر بتلاقي ناس واقفين لك ببلاطي بيضاء بيعملوا لك سيرفي، تعرضت لكذا تعرضت لكذا، طب انت متطعم من كذا، حاجات زي كده. لو ثبت اي حاجه حرارتك، يعني انا كنت مثلا راجع مصر في 2009، كنت بدرس بشتغل وقتها في امريكا ابحاث، وفي 2009 كان وقت الانفلونزا الخنازير دي، فانا داخل المطار كان في ناس بتقيس الحراره او بيسالك على الاقل انت سخن ومش عارف ايه، بتملى سيرفي، طب لو سخنت خلال كذا بتكلمنا ومش عارف ايه. ما اتعملتش قوي وقتها، كان بس مجرد بيقيسوا الحراره، انما دلوقتي بتتعمل الحكايه دي وزاد في اوائل مثلا، زي انتوا سمعتوا اللي عايز يسافر الامارات عايز يسافر مش عارف فين لازم يعمل الاختبار ويملى سيرفي ويسيب نمر التليفون، ولو ظهرت عليك اي اعراض اتصل. دي برضو كنا بندرسها زمان، الصورة دي أنا بضحك لما بدرسها دلوقتي، لأن دي صورة السارس الأولاني اللي هو مرض سيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي بيسببه كورونا فيروس سموه سارس كوفي، ودلوقتي الجديد اللي عندنا حاليا في العالم اسمه سارس كوفي 2 اللي هو أشبه حاجة بيه يعني في الأعراض. ده كان أخطر من المرض الحالي اللي هو كوفيد، بس كان ميزته يعني من الناحية الوبائية إن هو كان ما بينتقلش بين ناس ما عليهمش أعراض، وكان مدة الحضانة أقصر شوية. فوقتها ظهر مصطلح الهوم كورنتين قوي جدا. طبعا المصطلح ده لا احتاج ان اشرحه لاي شخص عايش حاليا في سنه 2020، احنا عارفين كويس قوي ايه هي الهوم كورنتين سواء التزمنا بيها او لا. دي اللي اتعملت في شهر اواخر مارس وعلى مراحل، ووصلت لان المحلات بتقفل خالص وكافيهات بتقفل وحاجات زي كده، ثم تم تخفيفها. فانك تقعد في البيت لا يعني لا تعدي ولا تتعدي، ولو هتروح الشغل تلبس كذا وتختبر برضو انت داخل اي مصلحة حكومية يتقاس حرارتك وحاجات زي كده. دي كلها اجراءات هوم كورنتين. فانا مش محتاج، لو انا بكلم حد عن حاجة زي كده مش هحكي لكم حكاية السارس ليه القديم، لان انا عندي السارس 2 دلوقتي اللي هو ده. يعني زي ما لو حد منكم سمعني قبل كده في اول محاضرة كنت بقول ان الاسم المنطقي اكتر كان لهذا المرض الذي اجتاح العالم حاليا انه يتسمى سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم 2 او يعني نيو سارس ولا حاجه، انما هم سموه بقى بسرعه ساعتها كورونا فيروس ديزيز، يعني اسم غريب جدا ليس فيري نون سبيسيفيك لان كورونا فيروس كتير جدا. المهم هو اتسمى كده وخلاص والاسم لزق فيه. فالكوفيد 19 مش محتاج اشرح لكم، كوفيد 19 اند كورنتين حته كده موسيقيه. بدل ما اقعد اشرح لك احنا بنقول يعني للاسف برضو الفيديو مش بيتيح التعامل الكامل او الانتراكشن بيننا. ان شاء الله برضو بالنسبه للطلبه المسجلين هنحاول نتقابل في اونلاين سيشنز يعني، لكن انا نفسي اسالكم الاسئله دي. طب انت وقت الكورنتين كانت ايه الاجراءات بتاعت كل واحد؟ عمل لنفسه الروتين بتاعه حتى سواء الملتزم او اللي ما كانش ملتزم بالكورنتين، كل واحد عمل لنفسه الممارسات بتاعته في الاول، بالذات بتنزل من البيت ازاي، بتعمل ايه، مش عارف، في ناس بتقلع الجزمه مش عارف على الباب، وناس مش عارف ايه. والسؤال الحلو قوي بتاع البرايورتي، يعني السؤال ده انا بحب اساله دايما لنفسي وللناس. احيانا الواحد بيحب يريح نفسه ويحس نفسيا ان هو امن، زي بالظبط كده اللي ايه مثلا ممكن واحد يبقى سايق العربيه ولابس الكمامه. طب ما يعني انا فاهم انها بتديك احساس بالامان وكله، بس انت مفيش حد الكمامة دي لمنع الناس من شرك يعني من نفسك ومنعك من نفس الآخرين، فهو حلو انك، انا مش معترض عليها على فكرة. انت ممكن مثلا بالذات لو واحد بيشتغل مثلا اصلا سواق تاكسي او سواق اوبر لازم يفضل لابسها وخلاص مش هيقعد يلبس ويشيل. لكن الغريبة لما يجي طبعا شفت النكت والفيديوهات اللي اتعملت على دي، اول ما اشوف واحد صاحبي حبيبي ويقلع البتاع ويحضنه وبعدين يلبسها تاني، خلاص كده كل مفعولها كل اللي انت بنيته في ساعة خلص في دقيقة الحضن ده.
واحنا شعب عاطفي بطبعه، وممكن الناس تزعل عشان ما سلمناش. يعني السلام باليد في حاله الكورونا لو هتغسل ايدك وتعقمها ماشي، انما احيانا بتسلم على ايدك وبعدين بتحط ايدك على وشك. وعلى فكره النظارات، يعني الناس اللي بتلبس نظاره بتحمي من الامراض التنفسيه عامه وكوفيد 19 بالتحديد. فبرضه يعني لو ما بيلبسش نظاره طبيعي ممكن يحطوا ناس يعني فيس شيلد وحاجات كده. لكن احد طرق العدوى هي العيون او القرنيه بتاعت العين. طيب لو يعني لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اضطريت تتعامل كورنتين تاني، هل اتعلمت حاجه من التجربه اللي فاتت؟ دي الاسئله اللي نفسي اسالها لكم ونفسي اسمعكم بتجاوبوا عليها، لكن العين بصيره والايد قصيره، مفيش بينا يعني وسيله اكسشينج دلوقتي. كده يعني نصل لوقت الراحة الأول، هو نصف المحاضرة الثالثة اللي هي آخر محاضرات الموديول الأول أو الوحدة الأولى في مقرر MD710 الذي تقدمه كلية الصيدلة جامعة القاهرة. فأنا دايما برضو في محاضراتي اللايف اللي هي وحشاني جدا، نفسي أرجع أدرس في المدرج، بعرض دايما في البريك يا إما فيلم يا بنلعب لعبة أو حاجة. للأسف بما إن موضوعنا كله كئيب كده مرضي وصحة عامة، أدعوكم إن أنتوا تشوفوا فيلم عن مرض الطاعون اللي هو جت سيرته في النص. للأسف برضو بما إن الفيديوز دي أنا هحطها على يوتيوب إن شاء الله، يعني وأنا مش واخد أي تصريح إن أنا أعرض الفيلم ده، فأنا عايزكم تدوسوا على اللينك، أو أنا ممكن أحط اللينك بتاعه يعني بشكل أو بآخر في اليوتيوب. فيلم بيتكلم عن قد إيه الطاعون ده كان مرض يعني خطير، وكيف يعني بدأ بغباء البشر. دي الحاجة اللي أنا عايزة يعني أسيبها معاكم قبل ما أحيانا حماق. يعني كان في قصة زمان قريتها ودايما بحكيها بحكيها للطلبة في مناسبات مختلفة اسمها أحمق واحد يكفي. القصة دي بتقول قصة أسطورية يعني حدوتة، بتقول إن زمان زمان في سالف الزمان كان البشر كل أمانيهم بتتحقق. يعني تتمنى فلوس ينزل لك فلوس، عايز فرخة تجي لك فرخة، عايز مش عارف 100 دولار او ايا كانت العمله وقتها يجي لك 100 دولار، عايز فرخه بتبيض بيضه ده وهكذا. يعني لغايه ما جاء شخص احمق، فالناس قالوا يعني كانت كل اماني حمقاء، كل يتمنى بدل ما يطلب لنفسه مثلا حاجه حلوه يطلب حاجه تقع على دماغه احمق. فالناس تقول يعني ما جاتش على واحد احمق، مش مشكله خليه موجود، لكن احمق واحد يكفي. وده بالذات في حالات الابيديميولوجي، واحد بس ممكن يبوظ لك كل اللي انت بتبنيه طول السنه انك بتحمي ومش عارف. فهذا الاحمق زهق من كتر اماني الحمقاء فتمنى امنيه حمقاء، وهي الا تتحقق اماني البشر بعد اليوم. وتقول الاسطوره او الحدوته ان منذ ذلك اليوم ما عادت تتحقق اماني البشر، عشان كده احنا عايشين في معاناه. قصه ذات مغزى ان ممكن واحد، احنا طبعا شفنا الامثله دي في السياسه، ممكن واحد يقود بلده كلها للدمار بسبب انه يتحدى مثلا بلد تانيه هو ما عندوش امكانيات، او واحد يقود العالم كله للدمار زي هتلر مثلا. برضو مش عايز اقول له ما له ما لا عليه، ما حدش يعرف التاريخ مين اللي كتبه، والتاريخ لما بيكتبه المنتصرون كما يقال. لكن طبعا هتلر من الناس يعني امثله يعني ان هو في التاريخ كله المانيا نفسها بتمنع احيانا الاسم بتاعه وتحيته وحاجات زي كده، لان ضر ناس لمده اجيال كتيره. فبرضو في الصحه العامه جاء احمق في القرون الوسطى، كانت في يعني قصة ممكن تشوفوها في الفيديو بس لازم احكيها لكم، يعني مش قادر امنع نفسي لان ممكن برضو بنشوفها دلوقتي للاسف وعلى اعلى المستويات قد ياتي. يعني انا مش عايز برضو الاقح كلام على دول تانية عشان المفروض كل واحد يخليه في دولته، بس لما يجي رئيس دولة كبرى يقول لك مثلا انا راجل جامد وما يهمنيش وما بلبسش ماسك، وبعدين يجي بعدها بشهر يقول الماسكات مفيدة، ده هزار، ده عيب قوي يعني رئيس دولة عظمى يعمل كده. او ما يجي يقول خدوا الدواء ده حلو او اشرب كلوروكس. يعني انا فعلا مش عايز يعني ما بحبش اسخر من حد ايا كان، بس يعني مش للدرجه دي يعني. فهذا الاحمق اللي جه في القرون الوسطى اهتدى لفكره حمقاء جدا، ان هو كان البلد بتاعته محاصره في احدى في جزء قريب من ايطاليا يعني، او يمكن دلوقتي يعني كان وقتها تبع ايطاليا، وكان محاصر. فلقى الناس اللي بيحاصروه القوات اللي بتحاصره ابتدى يظهر عندهم مرض اللي هو مرض الطاعون، وابتدوا يموتوا وكده. فمش عايز يعني اسيب لكم الصوره الكئيبه دي قدامكم كتير، بس يعني عمل ايه؟ فقام قال لك طب ما انا اجيب جثه او جثتين منهم، حرب بيولوجيه بقى بالذكاء يعني اللي طلع في دماغه ساعتها. قال لك انا اعمل حرب بيولوجيه بقى من الطراز الاول، واخد الناس دول الجثث اللي بره اللي هم عندهم الطاعون بالفعل، وارميهم عارفين منجنيق ليه، وهتشوفوا ده في الفيديو ده.
وابتدى يرميها على الجثث اللي بره. شوفوا الذكاء، وفعلا نجحت الخطة الشيطانية وقتل كل الناس اللي بره، ولكن طبعا بعض الجثث اللي رماها دي وقعت في، ما هتروح فين؟ اللي بيرمي حاجة يعني، اللي بيحط حاجة سيئة بترجع له. فجاء المرض عن طريق مجاري، يعني مش مجاري المياه، قصدي قنوات المياه، ودخل المدينة وهم كلهم ماتوا، المحاصر والمحاصر ماتوا، والحرب وقفت بسبب انهم كلهم ماتوا. ومرض الطاعون بيتنقل عن طريق الفئران، فبعض البحارة يعني او بعض الناس حاولوا ينجوا عن طريق انهم هربوا مع البحارة وطلعوا على المركب، وطلع معاهم فارين ثلاثة، فالمركب اتعدت والفئران انتشرت في بلاد تانية، وانتشر الطاعون او الموت الاسود في نصف الكرة الارضية وقتها. طبعا ما كانش في امريكا، يعني امريكا كانت موجودة بس ما كانتش مكتشفة. فالطاعون ده اجتاح العالم كله وقتها، العالم القديم اللي بيسمى، اللي هي نص اوروبا ونص شمال افريقيا اتعدى، واجزاء كبيره جدا، وكان جاي اصلا من اواسط اسيا. فده مثال شديد على كيف يعني تحدث الاوبئه احيانا بسبب اخطاء بشريه. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبكده ينتهي النصف الاول من المحاضره الثالثه في مقرر MD 710. ألقى حضراتكم إن شاء الله في جزء أخير نعود فيه إلى الإنفكشن أو الـ chain of infection لنكسرها.